عايز اكلمك قبل الاقتراحات، عايز اكلمك عن وضع الراهن دلوقتي اللي احنا مبسوطين منه جدا بالنقابه العامه للمحامين. النقابه العامه للمحامين وناقبها من فتره كبيره قوي كانت هامله الموضوع بسبب الضغوط اللي كانت عليها، لكن بعد تعديل قانون المحاماه اللي احنا فزنا بيه كلنا حتى محامي الادارات القانونيه، النقيب دلوقتي متفرغ للقانون بتاع الادارات القانونيه تماما. وهو ده الكلام اللي قاله في الغردقه في اللجنه المعقده في الغردقه، وقال ان احنا ان شاء الله باذن الله في الفصل التشريعي دلوقتي هو ده اللي هنعمله، ان احنا هنقدم مقترحاتنا بتعديل القانون. وعشان كده احنا عملنا حلقه نقاشيه ممتازه واكثر من رائعه النهارده اللي كان بحضرها الاستاذ يحيى الطوني وحضرها الاستاذ علي الصغير وحضرها الاستاذ اسامه سلمان اعضاء المجلس والدكتور ابو بكر دوه والدكتور مصطفى البنان والدكتور عبد الجواد. الناس دي من اول مره تتصدى للمواضيع ديت من زمن من فتره ويقولوا له خلاص احنا هنقدم مشروع يوم 20. احنا عندنا اجتماع يوم الثلاث الجاي في حراك غير طبيعي في الادارات القانونيه، والحراك دوت سببه ان النقيب العام تصدى للموضوع وبدا الحراك من عنده، وهو ده اللي احنا بنحاول نشكر فيه النقابه ان هي بتتحرك. احنا دلوقتي في منعطف تاريخي للادارات القانونيه، اعتقد ان ده الوقت الراهن ان الناس كلها هتتكلم عليه. احنا من 73 ما تعدلش القانون، من سنه 1973 في الدستور ما تعدلش القانون ولا اتذكر عنه اي حاجه. احنا لاول مره في حياتنا بنيجي بين، يعني اعتقد ان احنا خطوه او الثانيه وهيتعدل القانون. الخطوات اللي احنا قمنا بيها، احنا من 73 المحامين بتكافئ عشان تتغير، عشان تغير قانون الادارات. احنا الحمد لله انشانا اتحاد المحامين الادارات القانونيه، زمايلنا انشاوا اتحاد المحامين الهيئات، زمايلنا منشئين نادي محامي الادارات القانونيه، عملنا وقفات كتير، قدمنا مشروع اكتر من مشروع من كذا زميل لكذا عضو مجلس نواب. الحمد لله اجتمعنا في حزب الوفد مع الدكتور بهاء بيه ابو شقه وكان الاجتماع مثمر، والحمد لله ان شاء الله قدمنا له مقترحات، وباذن الله ان شاء الله باذن الله تتعرض برده على اللجنه التشريعيه. احنا يعني مشينا خطوات، اعتقد ان هي دي اكبر خطوات مشيت في الادارات القانونيه في فتره كبيره، من تسجيل عند نواب، من مقابله لبعض اعضاء مجلس النواب، من محامين وغير محامين، من مقابله رئيس اللجنه التشريعيه الدكتور بهاء بيه ابو شقه، زائد بيرعانا النقيب العام سامح بيه عاشور اللي هو بيتصدى لنا كل المشهد دوت.